On a bien planifié le match. Arfnash nous réouvre. On savait les points forts d'Yeroum bien. Arfnash Billaf Dar d'Yeroum, on va arriver très bien. Mouchkil. Un 11. Je ne t'ai pas oublié. Blessé, suspendu. Mais félicitations. Tous les joueurs, comité. Public aussi waha qui casse maana mara mais félicitations à vous aussi dès que le point qui est très important d'ailleurs la penalty ça aurait été un autre match mais grâce à Dieu des fois il manque un tout petit peu de chance Lyon avec le travail on l'a apporté un point Tihatanjak reste en première division Deru Lidero Wadzam ou la Oujda. Et voilà, c'est le résumé. Pas de marat. Qu'est-ce qu'il y a? Billa, il est Trinity Bzef. Regarde qu'on est. Et on fait le contraire. Ça n'a rien à voir avec la préparation physique. C'est plus mental. Ou la plupart des deuxièmes mythos, surtout en Afdar, mais quand c'est le premier mytho que la Boumzienne ou d'Akhlin, les joueurs, ils sont sous pression. Ou qu'on zidou l'oum hna, ou qu'on zidou l'oum l'fok. Qui fache brina oumil awad l'aab? Hna kan koul l'oum moutou m'hana, kounou rjal, dirou, ou fichier l'khra. Hna bitna kan taïhoum. Ça doit être le contraire. Mi l'aab qui t'khoul terrain, qui hasse billa andou 45,000 wahed moura qui d'fou, ou qui aounou khay glat, qui se faq alé, ou yaoud, ou yaoud. Mais qui khafch? Il n'a pas de pression. Hna, on fait le contraire. Alors c'est des jeunes, ils ont des familles. عندهم ولادهم عندهم مهم. مي كتجي نتا وتعاير له مو وتعاير له با وتعاير له ولدو تزبل فيه. كيفاش بغيتيه يموت معاك ويدفع عليك؟ حنا واخا حنا دوزنا. صافي عندنا كونتونسي لو كونطرا ديالنا عندنا في ديك الباليزا المعيار وهذا سي با ان بروبليم. نقبلوها باسكو سي اوت شوز. مي سي دي جون. سي دي جون. اي او ليو دو لي بوسي لي انكوراجي كنديروا لو كونترير علاش كنقولوا الدراري شابو شابو اون دور كاليتي ماشي كاليتي هما اللي عندنا واش نقدروا نجيبوا لعابه اخرى اخرين باش يلعبوا ما كاينينش كاينين هادو
الو كيس كون دو فير لي زونكوراجي نكتبوا عليهم مزيان نعاونوهم يعليو الراس داكشي اللي كنتو من كلشي مي دوماج شي وحدين كننساو باش نكونوا معاهم. اوكي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك الفريق طنجة النقطة باش الفريق عد في الدوري البطولة برو أه؟ دونك هذه حاجة الأولى. نتأسف للجماهير متاعنا اللي ما كانوش حاضرين اليوم وما معناتها ما كانش عندهم كيف يقولوا احنا الانرجي باش يدزوا معانا باش يكونوا معانا. هذا البوان الثاني. البوان الثالث المغرب الفاسي ما ينهزمش الحمد لله. برهن اللي هو فريق قوي وفريق عنده كلمة في الدوري المغربي. دونك تفضلوا واش عندي نقول. تخيل ديرك المقابلة ديال اليوم با مقابلة اليوم بديناها بطريقة تكتيكية معينة ومعناتها من بعد صارت إصابة نتاع اللاعب ومنا تغييرات حسيرة وبدلنا تكتيكيا الفريق والحمد لله التغيير زاد أعطاه الثمار نتاعو. الأولاد اللي دخلوا أعطاوا الإضافة نتاعهم هذه من ناحية. نعرفوا اللي كيفاش تحكي على الجانب التكتيكي في الفريق طنجة نعرف اللي فما ضغط على النتيجة دونك معناتها الكاليتي التكنيك نتاع الملاعبية تلقاهم عند البعض دونك البعض الآخر يخدم سو بريسيون دونك باش يعمل أغلاط. نحن حاولنا نستغلوا الأغلاط هذوكم نخدموا معناتها في الكالم في السيرينيتي نعرفوا شنو نعملوا وكنا نجموا معناتها نفاو المباراة بثلاث نقاط يمكن ندعموا نقطة أخرى ما سعفناش الحظ زاد فما حاجات بتاتر حتى نزيدوا نثبتوا في معناتها خاطر أنا اللي لاحظته مثلا في الهدف اللي كونوا الملاعبية وقفوا ما كرهمش وقفوا شافوا الجيش سمعوا الزفارة فهمت تسجل هدف هدف تعادل حاولنا باش نجيبوا الهدف تاع الفوز سعينا عملنا الفرص كهو ما سعفناش الحظ ممكن نقطة ممكن أنا بحكم معناتها تربيتي الرياضية كاريير تاع 30 سنة وأنا في أكثر الأزمات وأنا نلعب في ماتش مستحيل وقت تصير فازة متاع فير بلاي ندخل أنا الملعب نعمل مشكلة نقول للاعب رجع الكرة للفريق الضيف ولا الفريق اللي يلعب ضدك فهمنا. دونك أنا هذه نقطة هذه اللي قلقتني صحيح إذا كنت تلعب على ضغط وتلعب على واحد مش مشكل بالعكس أنا نفرح كي فريق كيما طنجة المستوى نتاعو وحتى المستوى الجهة وبرشا حاجات نفرح كي يكون يقعد موجود في الواحد وفرحت له وهنيت اللاعبين وهنيت الناس الكل أما ما معناتها حتى لا راهو الهدف راهو باش يجي راهو النتيجة باش توفى تعادل واحد واحد ما جاتش على فرصة هذيك جا على فرصة واحدة أخرى ما هذا في عند ربي في القضاء والقدر باش تسجل الهدف النتيجة بتوفى واحد واحد أما أنا نقول وجهة نظري نجم يكون أنا غلط احنا نلعبوا في الفوتبول وفما لو فير بلاي في الفوتبول الفيفا كلها تسعى للمجال هذا وتخدم هذا وحروب هدئت على الفير بلاي دونك انا بصراحه ما عجبتنيش الاكسيون هذه صحيح كان يستحق التعادل ممكن كان يستحق الفوز طنجة مبروك عليه نهنيه مره اخرى ونحن عندنا مازالت عندنا لقاء واحد اخر بالعكس معناتها مانيش متقلق مع النتيجه كما قلت جينا هنا حبينا ناخذ ثلاث نقاط ما خديناش ثلاث نقاط خدينا النقطه نتاعنا نتاع العاده الكونتوري ماركي نزلنا في الكورس ان شاء الله ربي وفقنا باش نجيبوا النقطه الثالثه نحن الهدف نتاعنا باش نكونوا معناتها بارمي لي 6 بريمي اوني بارمي لي 4 بريمي طوميو كان جا ما احسن مخير مرحبا ما جاش الحمد لله الهدف نتاعنا الاولاد قاتلوا لاخر لحظه باش يكونوا في المستوى وهذاش عندي نقول مره اخرى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.